بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، ورمضانكم مبارك كريم إن شاء الله. نستأنف إن شاء الله هذه الدروس، وهي دروس شرح رواية ورش من طريق الأزرق من الشاطبية، نشرحها هكذا من المصحف. وقفنا عند قوله تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. النار التقليل قولا واحدا. فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. فقطعوا مد المنفصل في الإشباع، جزاء مد المتصل في الإشباع. وأصلح فإن الله يتوب عليه. اللام من وأصلح مفتوحة قبلها صاد ساكنة تغلظ اللام. إن الله غفور رحيم. لم تعلمن الله له ملك السماوات والأرض. نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. كذلك في ألم تعلمن الله، نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. كذلك نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها في كلمة والأرض. يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. يشاء مدان متصلا فيهما الإشباع. طبعا ننتبه إلى الباء مع الميم حتى لا تضغم. والله على كل شيء قدير. هذا مد اللين فيه التوسط والإشباع. قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. قدير راء مضمومة قبلها سكينة ترقق الراء، هي ترقق وقفا لجميع القراء ووصلا للأزرق فقط. يا أيها مد منفصل فيه الإشباع. لا يحزن قرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي. لا يحزنك، بينما حفص كمثل قرأ لا يحزنك. قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. قالوا مد منفصل في الإشباع. آمنا بدل فيه القصر والتوسط والإشباع. ولم تؤمن إبدال الهمزة واو خالصة. ننتبه إلى النون من ومن الذين حتى لا تفخم النون. سماعون لقومنا آخرين لم ياتوك. لقومنا آخرين نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها مع مراعاة أنه بدل فيه القصر والتوسط والإشباع. لم ياتوك إبدال الهمزة حرف مد. يقولون إن أوتيتم هذا. إن أوتيتم نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. أوتيتم فيه بدل فيه الأوجه الثلاثة المعروفة. وإن لم تؤتوه فاحذروا إبدال الهمزة واو خالصة. فاحذروا ليس فيها حتى ليقف أحد. فاحذروا هي فاحذروا. فلن تملك له من الله شيئا مد اللين فيه التوسط والإشباع. أولئك الذين مد المتصل في الإشباع. أي يطهر قلوبهم راء مفتوحة قبلها كسر ترقق الراء مع مراعاة ترقيق الهاء، لأن قبل حرف الطاء وحرف مطبق ومستعلي. لهم في الدنيا خزي. الدنيا من ذوات الياء فيها الفتح والتقليل. ولهم في الآخرة عذاب عظيم. في الآخرة بدل مغير بالنقل في الأوجه الثلاثة المعروفة. هذه الآية اجتمع فيها بدل في آمنا ولقومنا آخرين وأوتيتم، كذلك في الآخرة. فهذه أربع مواطن فيها البدل. عندنا كلمة شيء وهو مد اللين، وعندنا ذات الياء في الدنيا.
إذن على قصر البدل في المواضع لنا في شيء التوسط، ولنا في الدنيا الفتح، ولنا في العارض السكون 3 العارض. نعطف الآن بالتوسط في البدل في المواضع كلها، ويأتي عليه التوسط في اللين، ويأتي عليه في الدنيا التقليل بين بين، ولنا في العارض السكون وهو عظيم التوسط والإشباع. ثم نعطف بالإشباع في البدل في المواضع كلها، ويأتي عليه التوسط في اللين، وعليه في الدنيا وهو من ذوات الياء الفتح، ولنا في عظيم الإشباع. نعطف على ما مضى إلى الدنيا ونقرأها بالتقليل بين بين، وعليه في عظيم الإشباع. نعطف مرة أخرى بالإشباع في البدل في المواضع كلها، لكن هذه المرة لنا في اللين وهو شيء الإشباع، ويأتي عليه في الدنيا الفتح، ولنا في عظيم وهو عارض للسكون الإشباع. نعطف فقط من الدنيا بالتقليل بين بين على ما مضى من الأحكام، ثم نأتي إلى عظيم ونقرأه بالإشباع. بهذا تكون انتهت هذه الآية وما فيها من تحذيرات. هذا ما فتح الله علينا عز وجل في هذا الوجه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.